آه يا كورونا، ماذا سيحصل لو أنت يا كورونا كنت نهاية العالم؟ هل أنت جاهز؟ هل أنت جاهز للقاء ربك؟ للي سرق؟ هل أنت جاهز للي ظلم؟ هل أنت جاهز للي اغتاب غيره؟ هل أنت جاهز للي كذب؟ هل أنت جاهز للي حرم الناس من قوت يومهم؟ هل أنت جاهز للي أكل حق الناس؟ هل أنت جاهز للي جمع فلوس وما طلع زكاتها؟ هل أنت جاهز للي كان ممكن يسعد إنسان وطنش؟ هل أنت جاهز للي مشى على الأرض مرحاً وقال يا أرض اشتدي ما عليك أدي ودون مراعاة للآخرين؟ هل أنت جاهز للي أخذ دور غيره؟ هل أنت جاهز للي سرق دمعة من عين طفل؟ هل أنت جاهز للي بصلي بصوم وما بعرف في الدين غير هاي الشغلتين؟ هل أنت جاهز للي ذل الناس؟ هل أنت جاهز للي آذى جاره؟ هل أنت جاهز للي آذى صاحبه؟ هل أنت جاهز للي ما قال لزوجته أو ما قالت لزوجها كلمة حسنة؟ هل أنتم جاهزين للي خرب بيوت ناس؟ هل أنت جاهز للي قطع الأرحام؟ هل أنت جاهز بتجهز حالك قاعد تلبس ماسك بتعقم منزلك تركض عشان تدور على هاند سانيتايزرز وما فكرت ولا بدقيقة انك تكون جاهز للقاء ربك؟ الله يرحمنا.